بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن الزهراء وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا أبا الأئمة، يا سيد الشهداء، بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها، بصبر أبيها لم تله عن جمع العيال وحفظهم، بفراق إخوتها وفقد بنيها. لم أنسها لم أنسها إذا تكو حما، فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمحش جمرة من فيها. ذي نساؤك يا أبا عبد الله، هذه نساؤك من يكون إذا أسرت في الأسر سائقها، ومن حاديها أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسيف أبيها. عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تبديها. وسافرت زينب بلواليه وعليها علي، مرت وشافت وليها على الثرى بدمع غسي مغسل بدمع يا ولي، والجفوف مقطعة وعاينت عباس متعفر بجنب المشرع، وجاسم الأكبر جثثهم
عالرمضة موزعة ظلت تنادي يا فور سأل الضعن عزم يشيل عزم يشيل الضعن تنهض يا جاسم يا علي يا المقطع بالشريعة قوم عد المحمل تقل تدري ما أنا معودة أمشي أسير بلا ولي خرت سكانة وعلى أبوها ومدمعها يسي تسيل دمعتها يا والي وتمسح دموم الجرو حين ضمها لعد صدره انفجعت وظلت تنو ورد شمر بالصوت لها وروعها ورادت ترو وزينب تدخل ولا يفيد الدخل نادت يا شمر متراقب الله ذوبت منها الفؤاد تضرب طفل وثلاث أيام ما ضاقت الزهر قال فزعي ولغلاش قالت هلي عني يبعد بالأمس عندي حمولة واصبحت مالي كفي المرجعون الله وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون والعاقبة للمتقين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الحبيب المصطفى محمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بعث إلى هذه الأمة لينور عقول المجتمع، لأن النبي صلى الله عليه وآله جاء في مجتمع قاسي يتعامل بالعنف والشدة، لكن الرسول الأكرم جاء للأمة بأخلاقه اللي الله تبارك وتعالى ما خلق الكون إلا لأجل رسول الله. ولكن لاحظ إلى هذا النبي العظيم يتعاطف مع الكبير والصغير، وجاء يبين للأمة أن ديننا دين الرحمة وليس دين العنف والشدة، لأن الدين دين المعاملة مو دين الصلاة والصوم. فلهذا النبي الأكرم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله تبارك وتعالى ما امتدح النبي لا بعبادته ولا بعلمه. الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، يعني امتدح أخلاق رسول الله. الناس دخلت في الإسلام بأخلاق النبي الأكرم،
لما شافوا أخلاق الرسول تعامل مع المجتمع. وإذا هذا النبي حينما طلبوا منه جميع معاجز الأنبياء فأتى بمعاجز الأنبياء لينور عقولهم، لكن النبي الأكرم بأخلاقه إلى هذه الأمة ومعاملته، هذا النبي العطوف، هذا النبي الرحيم، يقول هكذا الدين، الدين المعاملة، أراد أن يبين للناس وكذلك أهل بيته. لكن تعال شوف حينما أهل الكوفة شلون تعاملوا بشدة بقساوة مع الحسين وأهل بيته، يعني ما قدروا حتى رسول الله أنهم يتعاملون بالعنف والشدة والقساوة. اللي حينما زينب ابنة رسول الله لما جاءت زينب تودع الأجساد الطاهرة ما أعطوا زينب حتى مهلة تودع جسد الحسين، وكانت زينب من جسد إلى جسد. لهذا يقول لما أقبلت زينب وانكبت على جسد المولى ويتنادي أبا عبد الله في أمان الله في دعة الله، والله لو خيروني بين المقام والرحيل لاخترت المقام ولو أكلت لحمي السباع. وصارت زينب تجلب جراحات الحسين، اللي يقول الإمام الصادق عليه السلام الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة، وهي تنادي أبا عبد الله في أمان الله في دعة الله، تقل يردون لنسافر يا با عد أهلي ونخلي، يا ريت من بعد السفر نقعد نواري، هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقي، ولا تقول خلتني العزيزة بغير تغسي، خويا لا تقول علي سافر ما ودعاني، أو خذوا خواتي وللقبر ما شيعوا، أنا يا ليتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازي، حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حق، وحريمكم خيا عقل آلها فقد الرجاء، والله ما ظل إلا جلال لركوب الأجماع، اي والله ما غمضت عيني ولا ساعة من الليل، نادت خويا لا تقول ما عندي مروة، ولا تقول ضيعت الأخو، أنا ما خوذتين يا حسين قوة،
تقل شوف الشمر بياش سوى سوى يا زينب. قالت صوت على امتوني تلوى. انكبت على جسد الحسيش تقول زينب تقول ما لي غيرك يا حبيب أم الزكية، ما لي غيرك يا الكنت خيمة علي، ما لي غيرك يا دمعة الجري. أبو علي ما لي غيرك يا المطروح على الوطية، ما لي غيرك يا ذبيح الغاضر، ما لي غيرك ترضى زينب تروح وسبي، ما لي غيرك والناس تتفرج علي. يقولون لهذا زينب بعدما نادى الإمام عمه قومي واركب الناقة، لما جاء عمر بن سعد ونادى لأصحابه أن ركبوا النساء، جاءوا إلى الإمام زين العابدين قال لهم ما الذي تفعلون؟ قال نريد أن نركب النساء. قال لهم من الذي آمركم؟ قالوا عمر بن سعد. فنادى الإمام يا ابن سعد أما تخاف الله تأمر رجالك يركبون بنات رسول الله؟ والله إن قرب واحد لعلوية قلبت سافلها عاليها وأنا ابن الحسين. راحوا أخبروا عمر بن سعد قال اتركوه فإنه ابن أبي إذا قال فعل. لهذا قال دعوا النساء يركبن بعضهن بعضا، إلى أن بقيت زينب والإمام زين العابدين. قال لها عما اركب الناقة، قالت لا اركب أنت لأنك عليلا مريضا. قال عم أنا تركبني الرجال لكن أنت يا زينب. قالت لا أروح الكفيل أبو فاضل اللي جابني من المدينة. يقول توجهت ناحية المشرعة وصاحت تقول له أخويا أخويا يا عباس من تلي جبتني، والله جبتني ومن أرض المدينة ركبتني، والله يا أخويا دق عن شوف همتني ترى صياط زجر ورمدني، اي والله ترى صياط زجر. يقول إلى أن سارت زينب وصلوا سبايا الحسين بالكوفة ليلة 12 من المحرم، وعمر بن سعد أرسل إلى ابن زياد قال له أن أدخل سبايا الحسين؟ قال لا خلوهم خارج الكوفة، وإذا طلعت الشمس ادخلوهم حتى الناس يتفرجون على آل رسول الله. وخلوهم طول الليل ليلة 12 في صحراء الكوفة، وعند الصباح طلعت الشمس. يقول لما طلعت الشمس نظر الإمام وهو ينادي لا تبزغ يا شمس كي لا ترى زينب الحسرى،
ما علي قناع، يقول لا أبقي أيتها الشمس، فبنات رسول الله على أنوق عجف. يقول من قال للكوفة العقيلة ميسرت روح، أعلى جمل ضالع بين العدة نوح. والله واقبل شمر يصفج جفوفة ويقول يا زينب تبشرب دخلت الكو أو شخص عاش بالأمس ما حد يشوف. لكن لما أدخلوا زينب وبنات رسول الله خرجوا النساء الكوفيات في صبيحة هذا اليوم من رجال وأطفال ونساء يتفرجون على آل رسول الله. صاحت زينب يا أهل الكوفة غضوا أبصاركم، نحن بنات علي وفاطمة، ما كفاكم قتل أخي الحسين. أول صاحت شمال الناس تتفرج علينا، والله عمت عين اليصيد بالعين لينا، والله يغسل قال غايب ولينا، اي والله وراس على الرمح لين يتفكر. لكن يقول لما ادخلوا زينب الى سكك الكوفة تذكرت ايام امير المؤمنين ايام العز، اللي يقول يحيى المازني سنتين كنت مجاورا لامير المؤمنين، فوالله ما رأيت شخصا ولا سمعت صوتا لزينب، وإذا بالحال زينب على ناقة عجفاء. اسمع شو تقول مولاتك زينب، الصيح أسالف لك أسالف لك يا هالحادي، لما كنت بالكوفة وأبوي على المنابر بيامه المعروفة، والله من يجي العيد تحب الواد مجفوفة، والله ليت يشوف زينب على ناقة عجوفة. لكن ما كفاهم الشماتة، أي ماذا فعلوا؟ يأمرون الأطفال يتصدقون بالخبز والجوز والتمر على آل رسول الله. صاحت زينب يا أهل الكوفة الصدقة حرام علينا، يا أهل الكوفة أولي صاحت تتصدق الوادم علينا، تتصدق الوادم علينا، أو عطايا الخلق كلها مند. والله ما خاب ظن اللي يعتنينا، يظل كل سنة يروح ويجي، والله وصف الدهار الخان بينا، واللي نذبه أحوى احنا نسبه. صاحت تصدق الوادم على اطفال
وقلب شطر من نوح العيال. الله أكبر من فعل الأرذال. الحق يا حيدر ليتك تجينا تقل أبويا يا حيدر ذبحة وحسين. والله ذبحة وحسين وقلبه من العطش انجسب نصيد. تقل وعباس صاب السهم بالعين يا ابويا قطعة وشمالة ويمينة. يا ابويا قطعة وشمالة يا ويمينة. تقل ابويا تعال وشوفني تعال وشوفني بوسطة الكوفة ودمعتي على خدي ذروف. اي والله ودمعتي على خدي اي ذروف. صاحت يا ابويا تعال وشوف حالي. والله وشوف الغريبة بغير والي. تقل له يا حيدر راح عز ودل غلي. والله يا حيدر راح عز ودل عجبا لها بالأمس أنت تصودها واليوم آل أمية تبديها. يا الله نسألك وندعوك بشرف زينب شافي جميع المرضى واقضي جميع الحوائج بحق باب الحوائج موسى بن جعفر. اللهم اكفنا كوافيا قدرك ومنن علينا بحسن نظرك ولا تكلنا إلى غيرك ولا تمنعنا من خيرك. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار وشر الحديد والنار بجاه محمد وعترة الأطهار. واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة. وارحم موتانا وموت المؤسسين وموت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.